أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. النشرة الرئيسية لهذا المساء نبدأها من العاصمة الفرنسية باريس. أثناء تواجده بالعاصمة الفرنسية باريس، استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنوم مدير الشركة الأمريكية العاملة في مجال الغاز، حيث أكد مدير الشركة لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنوم بتواجدهم التام في الميدان والعمل في مجال بفتح محطة كهربائية بمدينة موندو. وبدوره فخامته أكد دعمه التام لهذا المشروع. خليل. من أجل التطلع إلى مستقبل زاهر وتوفير جميع متطلبات الحياة المعيشية للشعب التشادي، اليوم جاء دور تزويد الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين بكل أشكالها الموجودة وفتح فرص عمل لجميع الشباب التشادي. كان هذا الهم الوحيد لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. على هذا الأساس استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرئيس المدير العام لشركة نيور شور السيد بيدرو سانتوز، وهي شركة أمريكية تعمل في مجال الغاز. مسألة توفير الغاز وطريقة فتح فرص للاستثمار في مجال الغاز في البلاد كان هذا هو مضمون اللقاء. من جهته أوضح السيد بيدرو لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأنهم متواجدين في الميدان لدراسة كل المشاريع، والآن على استعداد لفتح محطة كهربائية تعمل بالغاز بمدينة موندو، طالبين الدعم في هذه المقابلة. رئيس الجمهورية وافق على دعم هذا المشروع الذي هو بحوجة البلاد. كما طمأن السيد بيدرو سانتوس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على مدى نجاح هذا المشروع. المدير العام لشركة نير شور السيد بيدرو سانتوس عقب خروجه من اللقاء كما صرح بأنه ناقش مع رئيس الجمهورية حول مشروع كهربائي، وهو مشروع سيخفف من الصعوبات الكهربائية للمواطنين في تشاد، وسيفتح أيضا فرص عمل للشباب خاصة في موندو. كما قال السيد بيدرو سانتوس بأنه مسرور جدا على موافقة رئيس الجمهورية على دعم هذا المشروع، وهذا يشجعهم كثيرا، مؤكدا بأن العمل في هذا المشروع سيبدأ في القريب العاجل. اللقاء تم بحضور وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي حسين إبراهيم طه والسفير التشادي لدى فرنسا الدكتور أمين أبا صديق ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية السيد علي عيسى طاهر ومدير المكتب العسكري السيد محمد روزي. كما استقبل فخامته فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمقر إقامته بباريس الممثلة الخاصة للحكومة الصينية والقائمة بالشؤون الأفريقية. حضر المقابلة وزير الشؤون الخارجية حسين إبراهيم طه وسفير تشاد لدى فرنسا دكتور أمين أبا صديق ومدير المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية عيسى علي طاهر. تمحور اللقاء حول التعاون القائم بين تشاد والصين وكيفية تعزيز التعاون خاصة في مجال البنية التحتية. عائشة خليل المزيد. من خلال انعقاد أعمال الطاولة المستديرة بالعاصمة الفرنسية باريس والروابط الأزلية القائمة بين دولة الصين والحكومة التشادية وتعزيزا لتلك الروابط، التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمقر إقامته بفرنسا بالممثلة الخاصة للحكومة الصينية والقائمة بالشؤون الإفريقية السيدة زو جي نونغو. اللقاء الذي تم بحضور وزير الشؤون الخارجية حسين إبراهيم طه والسفير التشادي لدى فرنسا الدكتور أمين أبا صديق ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية علي عيسى طاهر ومدير المكتب العسكري لرئيس الجمهورية محمد روزي، تباحث فيه الجانبان مجمل القضايا التي تأتي بالمصلحة العامة للشعبين الشقيقين التشادي والصيني. الممثلة الخاصة للحكومة الصينية مؤكدة لرئيس الجمهورية وقوف الحكومة الصينية مع دولة تشاد في تنميتها، وسترافق الحكومة الصينية دولة تشاد والشعب التشادي نحو التنمية، موضحة لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في هذه المقابلة المشاريع التي أنجزتها دولة الصين مثل البنية التحتية والأمن الغذائي والأمن في الإقليم. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من جهته شكر الحكومة الصينية على التعاون المثمر مع دولة تشاد في العديد من المجالات التنموية، لا سيما التعليم والصحة والبنية التحتية والزراعة والتجارة والصناعة. الممثلة الخاصة للحكومة الصينية والقائمة بالشؤون الإفريقية السيدة جو جينيانغو عقب خروجها من اللقاء صرحت بأن اللقاء كان حيويا، وهي جاءت من أجل المشاركة في الطاولة المستديرة ممثلة للحكومة الصينية،
مستضيفة بأن تشاد والصين دولتان صديقتان ولهما علاقات جيدة. جئت لنعكس صداقتنا لتشاد والشعب التشادي، كما أشجع الحكومة التشادية التي عملت كثيرا في مجال الأمن والاستقرار في البلاد والإقليم. أما المقابلة الثانية، جمعت فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالمدير العام لشركة سيجي كوك السيد جي وي مين، وهي شركة صينية تعمل في مجال البناء، وهي أيضا من ضمن الشركات الكبرى التي تشارك في أعمال الطاولة المستديرة بفرنسا. المقابلة التي دامت قرابة نصف ساعة وهي الأخرى، تناول فيها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع السيد جي وي مين المشاريع التي تم تنفيذها من قبل شركة سيجي كوك، وما هي المشاريع المستقبلية التي ستقوم بها في تشاد. مدير شركة سيجي كوك السيد جي وي مين عقب خروجه من المقابلة ذكر بأنه قدم في هذه المقابلة تقارير لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حول الإنجازات التي قاموا بها في تشاد، وتبادل مع فخامته في عدة مشاريع، كما شكر الحكومة التشادية على تعاونها مع الشركة. ومن المؤكد بأن ما يقوم به فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في إطار التنمية تجاه تشاد في الوقت الحالي سيدفع بلا شك عجلة التنمية المطلوبة. وبعد لقائه، لقاء فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع الوفد الأمريكي، فقد وقعت الحكومة التشادية مع اتفاقية شراكة مع شركة. نستمع إلى مضمون هذه الاتفاقية من قبل وزير الخارجية إبراهيم حسين طه. كان لقاء موفق تم بين اليوم أنا وزير التجارة ومدير مكتب الرئيس وفد من شركة سي إن جي أفريكا، هي شركة أمريكية، ومدير شركة الكهرباء بتاع تشاد الأخ محمد آدم إسماعيل. والهدف منه كان ناقشنا في الخطوات الأخيرة لاتفاقية لإقطاع الكهرباء لبعض المناطق في مندو، 10 ميجاوات في مندو و40 ميجاوات في نجمينا، وكان تم الاتفاق. وهذا كله أيضا يصب في سياسة رئيس الجمهورية في العمل للبنية التحتية في تشاد، وخاصة الكهرباء هو أساس كل التنمية. فبمناسبة البي ان دي، اجتماع الطاولة المستديرة اللي ناقضت اليوم في باريس، هذا خبر مهم جدا، وتمت الاتفاقية اليوم، وإن شاء الله بعد أسبوع هيوقع عليها وتقوم العمل بجدية في نقل الكهرباء بالغاز، طبعا من غاز حقل بديلة قريب لمندو، لاستعمال الغاز للكهرباء في منطقة مندو وإنجمينا.